الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. من الضروري على الإخوة خصوصا الشباب منهم الذين يتحفزون للتجارة والثروة والمال أن يهتموا لأجل توسيع تجاراته. حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: 19 الرزق في التجارة. وحديث آخر يقول: نعم العون على الدين الغنى، يعني أن تكون غنيا. وهذا واضح، لأن المشاريع الدينية أخذا من الجهاد في سبيل الله وانتهاء بصنع مدرسة أو مكتبة أو حسينية أو مسجد، على الأغلب يكون على عاتق الأغنياء. فالنعم العون على الدين الغنى. وحتى في حديث عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول في فلسفة جعل الخمس: الخمس عوننا على ديننا. وهذا واضح، لأن بالخمس تقام الحوزات العلمية، وبالخمس تبنى المشاريع الخيرية، وبالخمس يتقدم المسلمون، وهكذا. قسم من الناس يتصورون أن الفقر أحسن، لكن هذا ما ينفيه الدليل الشرعي، الآيات والروايات. أما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقر فخري، فإذا صح الحديث يراد به أن الفقر إلى الله، لأن الإنسان الذي يشعر بأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى يستقيم في الطريق. الإنسان الذي يشعر بأنه لا يحتاج إلى الله يكون منحرفا، فالفقر إلى الله سبحانه وتعالى واقع، لأن الإنسان في كل نفس من أنفاسه، وفي كل لحظة من لحظاته، وفي كل آن من آنات عمره يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى أي حال، على الإخوة التجار والمتحفزين للتقدم أن يهتموا بالتجارة أكبر اهتمام. والتجارة في الإنسان توجب الاكتفاء الذاتي، والاكتفاء الذاتي مو أنه محبوب للإسلام وفي الإسلام، وإنما مأمور به أيضا. في حديث جميل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورد دارا فلم ير فيها شاة، فقال: ما بال هذه الدار لا بركة فيها؟ قالوا: يا رسول الله، وما هي البركة؟ قال: الشاة، يعني إصرار على الاكتفاء الذاتي حتى بوجود الدواجن في البيت أو في البستان أو في المزرعة أو في أي مكان صالح لذلك. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يقول: إذا كانت في بيت شاة ففيها بركة
والملائكة يصلون على صاحب البيت كل يوم مرة، وإذا كانت شاتان فالملائكة يصلون على أهل البيت في كل يوم مرتين، وإذا كانت شياة ثلاثة الملائكة يصلون على أهل البيت كل يوم ثلاث مرات. هذا تشويق وتأييد لاتخاذ الناس الاكتفاء الذاتي عملا وحركة حتى يكونوا في أمن وسلام ورفاهية وعيش سالم. في حديث ثالث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنه دخل دارا فرأى في الدار ديكا ولم يجد فيها دجاجة، فقال لصاحب الدار: هل اتخذت له أهلا؟ لأن من الواضح الدجاجة تبيض وتفرخ وتوجب السعة على أهل الدار والاكتفاء الذاتي. الإخوة الشباب الاقتصاديون أو الذين هم في طريق الاقتصاد من الضروري عليهم أن يجدوا في التجارة ويوسعوا تجاراتهم. الجد في التجارة وتوسعة التجارة بحاجة إلى أمور: الأول الاستمرار الدائم في العمل، فإن الاستمرار هو الذي يجدي من جد وجد، ومن لج ولج، ومن أكثر طرق الباب أوشك أن يوجد الجواب. الشيء الثاني أن يكون لهم مستشار اقتصادي. الاقتصاد اليوم ليس مثل الاقتصاد في السابق، وإنما فن ومعرفة وعلم ومثابرة وصبر واستمرار طويل، وهذه الأمور لا يعرفها إلا الاقتصاديون. فلازم أن يكون لهم مستشار اقتصادي يقول: اشتروا هذا، بيعوا هذا. أذكر وأنا في الكويت كانت في بعض الأيام الأراضي ترتفع بشكل غريب، والناس مقبلون على اشتراء الأراضي وكذلك الأسهم بشكل غريب، وحديث المجالس الاشتراء والبيع والربح والتقدم. رأيت إنسانا ثريا جدا وسألت عنه: هل أنت تشتغل في الأراضي والأسهم؟ قال: كلا. قلت: لماذا؟ الكل يربحون. قال لي مستشار اقتصادي: إني في كل خطوة تجارية أستشيره، فإذا أمر لي بكم خاص أو كيف خاص تقدمت، وإذا نهاني لم أتقدم، وحتى في كثير من الأحيان إني أختلف معه في الرأي لكن أرجح رأيه على رأيي، لأنه خبير وأنا تاجر، وفرق بين الخبير الاقتصادي والتاجر المالي. قال: استشرت من خبيري الاقتصادي فقال لي: لا تتاجر بهذه المتاجرة فإنها مغامرة. وإني لم أتاجر، مع علمي أن كل أصدقائي يتاجرون بالأسهم والسندات والأراضي. لم تمض إلا فترة صغيرة وإذا بالأراضي والأسهم تنزل نزولا غريبا، وأكثر الذين كانوا يتاجرون خسروا خسارات جدا كبيرة. خسر واحد منهم 1,000,000 دينار، خسر واحد منهم 5 ملايين.
بعضهم أقفل تجارته إطلاقا وأعلن الإفلاس. وهذا الرجل صديقنا قال: أليس قال لي الاقتصادي لا تتاجر فإنه مغامرة؟ وعلى أي، فمن الضروري الاهتمام لأن يكون الاقتصادي يعني العالم بالاقتصاد، رجل الاقتصاد، دكتور في الاقتصاد، خبير في الاقتصاد، معينا لهم في تجارتهم أخذا وعفاء وإقداما وإحجاما. الشيء الثالث، من الضروري أيضا أن تكون التجارة على نحو تعدد الجنسيات، يعني أنه تاجر من البلد الفلاني، وتاجر من البلد الآخر، وتاجر من بلد ثالث، وهكذا من البلاد الناجحة، لأن الإنسان إذا ربط نفسه بالناجحين نجح، وإذا ربط نفسه بالخاسرين خسر. ولذا في الأحاديث المرء يعرف بقرينه. ومن الواضح أن المعرفة سطح ووراءها العمق، وهكذا فمن الضروري أن تكون التجارة متعددة الجنسيات، وكذلك أن تكون متعددة الأبعاد، يعني تجارة في الأرض، تجارة في النفط، تجارة في الذهب، تجارة في النقود، تجارة في الحديد وما أشبه، لأنه قلما يخسر الإنسان في كل هذه التجارات. الشيء الرابع، أن يكون الإنسان عاقلا ومتزنا في الدخول في التجارة. سأل أحد التجار الذين تكسروا عن تاجر ناجح: لماذا نحن نتكسر وأنتم لا تتكسرون؟ قال: لأنكم إذا أردتم التجارة جعلتم كل أموالكم وتقترضون مثلها أو ضعفها وتجعلون الجميع في التجارة، فإذا خسرت مرة كان معناه سقوطكم وإفلاسكم وسجنكم وأحيانا قبركم، لأن الإنسان ربما يفاجأ بالخسارة الكبيرة فيفاجأ إليه الموت. قال: أما نحن فإننا إذا كان لنا 1,000,000 دينار نتاجر بنصفه، فإذا ربحنا فهو، وإذا خسرنا نتاجر بالنصف من الباقي أي بالربع، وهكذا. وقليلا ما يخسر الإنسان 4 مرات أو 5 مرات. ولذا دائما نحن ناجحون ودائما أنتم فاشلون، أو الفشل فيكم كثير والنجاح فينا كثير. وعلى كل حال، إني أوصي الإخوة الشباب خصوصا، ولو كان هذه الوصية للكبار أيضا، أن يتاجروا ويقدموا على التجارة بهذه الشروط حتى ينفعوا أنفسهم ويوسعوا على عوائلهم ويوسعوا على ذويهم ويأخذوا بيد المحتاجين والمضطرين والمشاريع حتى تكون إلى الأمام. لكن يشترط التجارة أن يجعل الإنسان بالإضافة إلى خمسه أقل تقدير خمسا آخر لأجل الأمور الخيرية والمشاريع الاضطرارية وما أشبه. هذا الإنسان ينجح نجاحا باهرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الحكيم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طبيعة الربا المحق، كما أن المحق أيضا طبيعة التجارات الضارة كتجارة الهيروين أو الخمور أو ما أشبه ذلك. طبيعة الصدقات، والصدق مأخوذة من الصدق، يعني أن الإنسان الذي
يتصدق، يصدق بالله وباليوم الآخر وبوعوده. وعلى هذا فإني أوصيهم بأن يضيفوا إلى الخمس الواجب شرعا، والواجب ليس فضيلة لأنه واجب وتركه عقاب. نعم لا شك أن الواجب له الثواب، الجنة والمغفرة والتقدم في الحياة، لكن الفضيلة أن تعطي من نفسك لا ما أوجب الله عليك. ولذا الله سبحانه وتعالى يمدح في القرآن الحكيم الإيثار، يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فيجعل خمسا ثانيا لأجل تقديم الحياة إلى الأمام ولأجل الانتشال للمشاريع ولأجل الثقافة ولأجل تقديم الشباب الذين يريدون الدراسة ولا يتمكنون من المال أن يقدموهم إلى الأمام في طبهم أو هندستهم أو محاماتهم أو ما أشبه ذلك من الدروس التي هي مقوم للحياة في هذا اليوم. إذا فعلوا مثل ذلك نجحوا دنيا ونجحوا آخرة وأنجحوا، ولا يكونوا كالذين إذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى أمسكوا أيديهم فلم ينفقوا حتى الواجب، بل انفقوا الواجب والمستحب والذي يسبب تقديم المسلمين إلى الأمام ويأخذ بأيديهم. كان لنا صديق من أحد العلماء حفظه الله والآن هو موجود، هذا الصديق اسمه الشيخ القائمين. هذا الصديق له صديق، صديقه تاجر لكنه تاجر بخيل لا يدفع حق الله ولا حق الناس ولا يفكر في نفسه. كانت له زوجة فطلقها بخلا، وكان له ولد فطرده بخلا، والولد ذهب وأخذ يكتسب كسبا ضعيفا. صديقنا الشيخ القائمي حفظه الله ينقل هذه القصة، يقول أخبرت بأن صديقي التاجر مريض في المستشفى في البلد الفلاني، ولا أريد أن أسمي البلد لأنه أحيانا تسمية البلد يكون إهانة لأهل ذلك البلد، وإن قال الفقهاء إنه ليس بغيبة لأن الغيبة في التشخيص أو في العلم الإجمالي، كما إذا قلت زيد كذا أو قلت أحد من زيد وعمر كذا، فكلا الأمرين غيبة على تفصيل ذكرها الفقهاء وذكرناه في الفقه في باب المحرمات من المكاسب. قال ذهبت إلى المستشفى لرؤية صديق التاجر البخيل المريض، فرأيته ضعيفا جدا والمرض أخذ منه مأخذه، فلما رآني أخذ يبكي وقال لي شيخنا ترى حالي إني مقبل على الله سبحانه وتعالى ولم أؤد خمسا ولا زكاة ولا مجهول المالك ولا رد مظالم، وجمعت المال من الحل والحرام لأنه كان يرابي ويغش ويفعل هذه الأفعال الشائنة. قال ذلك المريض إني فتحت قاصتي قبل أيام فرأيتها ممتلئا من الأوراق الحمراء والخضراء والصفراء والزرقاء، وهذه هي غاية عمري وحياتي وأتعابي، والآن أموت وألتحق بربي وما أدري ماذا يكون مصيري، وإني أعلم أن مصيري سيء وقد يكون النار والعياذ بالله. الشيخ القائم قال قلت له أيها الإنسان الصديق الآن الوقت باق، وفي الحديث المرء أحق بماله ما دام فيه الروح،
فإذا مات فليس له إلا الثلث. يعني أنت حي صحيح الجسم أو مريض الجسم تتمكن أن تهب كل أموالك أو تصرفها في المشاريع الخيرية، أما إذا أردت الوصية فليس لك إلا الثلث. يعني إذا وصيت بالنصف ردت الوصية شرعا إلى الثلث، إلا إذا أجازت الورثة فذلك موضوع آخر. قلت له: أيها الصديق، أنت في حال الحياة وتملك كل شيء، وبإمكانك أن تأمرني أو تأمر أحد أصدقائك أن يخرج الخمس والزكاة والمظالم ومجهول المالك وما أشبه عن كل أموالك، وبإمكانك أيضا أن تعطي كمية كبيرة من مالك وهو ثري جدا لبعض العلماء أن ينفقوها في المشاريع الخيرية، يبنوا بها المساجد، المدارس، الحسينيات، المكتبات، يسعفوا الفقراء، يبنون لهم الدور، يعطونهم رأس المال لأجل تجارتهم بالنسبة إلى المحتاجين، يعطونهم مالا لأجل الزواج بالنسبة إلى العزاب. والآن ما دام لم يخرج الأمر من يدك افعل. الشيخ القاني حفظه الله قال: المريض أخذ يبكي وقال له: يا شيخنا، إني في أيام صحتي ما كنت أتمكن من مصارعة الشيطان، الشيطان قوي والإنسان ضعيف والشيطان سرعا، والآن أنا في أيام مرضي وضعفي، فهل أتمكن من مصارعة الشيطان؟ في قوتي لم أتمكن من مصارعته، وهل في ضعفي أتمكن من مصارعته؟ لا، دع الأمر هكذا حتى يحكم الله. قال الشيخ القائم حفظه الله: إني نصحته: أشربوا في قلوبهم العجل، كما يقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة لليهود. قسم من الناس يشربون في قلوبهم حب المال وهو مريض وهو مقدم على الموت وهو يعلم، لكن لا يريد أن ينفق حتى دينارا واحدا وهو يعلم أنه قادم على نار، كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال المفسرون: إنما قال الله سبحانه وتعالى جباههم وجنوبهم وظهورهم، لأنه إذا ذهب إنسان ناصح إلى الثري البخيل الذي كنز الذهب والفضة عقد جبهته ثم لوى جنبه ثم أدار ظهره وذهب، هذه أماكن ظهور الإنكار، يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، يعني هذه نتيجة الكنز فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعلى أي حال، قال الشيخ القائمي حفظه الله: خرجت من عنده وإني آسف عليه، وبعد أيام قلائل سمعت بموته، فذهبت إلى تشيعه وترحمت عليه واستغفرت له، والله أرحم الراحمين وهو يعلم ماذا يفعل به. ثم إن الحكومة قالت، يعني البلدية قالت لولده: تعال إلى تشيع الوالد. قال: لا أجي إلى تشيعه، لأنه ملوث وأنه مراب وأنه خمار وقمار وزمار، وكان يفعل كل غش وخديعة وما أشبه، وإني أتجنبه.
لأنه لعله ينزل عذاب فيشملني، كما في الحديث ابتعدوا عن العصاة فلعله ينزل عذاب عليهم فيشملكم. الولد ما ذهب، ولو أني المتكلم ما كان من رأي هذا، وإنما كان من رأي أن الولد يذهب لأنه صلة رحم. وعلى أي حال فهذا كان رأي الولد الكاسب، لم يذهب إلى جنازة والده. ثم قالت البلدية له خذ الأموال لأنك ولده، ولده الوحيد. قال لا حاجة لي بهذه الأموال التي هي نار وشنار وعار. فالبلدية أخذت كل الأموال وجعلتها في كيس الدولة وفي كيس البلدية، وتلك الدولة كانت دولة فاسدة أيضا، قطعا تصرف هذه الأموال في المحرمات أيضا أو كثير منها. وأيضا هذا ليس من رأيي، كان من رأيي أنه يؤخذ تلك الأموال بسبب الولد، والولد يخمس ويزكي ويعطي رد مظالم ويبني المشاريع الخيرية، وهذا كان أفضل. وعلى كل حال فالولد كان رأيه ذلك. ومن المعروف يقولون أن الرأي حر، لكن الرأي حر في غير معصية الله سبحانه وتعالى. الأصدقاء التجار يجب أن لا ينسوا هذه القصة، هذه قصة تتكرر كل يوم في كثير من البلدان. لا يجمع المال من حله وحرامه، أولا يجمع المال من حله فقط، يصرفونه في حله فقط، ثم يؤدون حق الله وهو الخمس أو الزكاة، ثم يؤدون أيضا إلى جنب ذلك خمسا آخر في سبيل تقديم الأمة إلى الأمام. فإذا فعلوا ذلك فقد فازوا بالحياة العاجلة والحياة الآجلة. نسأل الله أن يوفق شبابنا لكل خير، وكذلك أن يوفق شيوخنا ويجعلنا جميعا من أهل الخير، كما قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال الخير إذا كان إنسانا رؤي إنسانا جميلا من أجمل الناس، والشر إذا كان إنسانا، من تتمة كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، والشر إذا كان إنسانا لرؤية إنسانا قبيحا من أقبح الناس. فليتقدموا للتجارة ولعمل الخير بهذه الشروط التي ذكرناها، وهي شروط شرعية وشروط عقلية وشروط عرفية. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله.